اللي يسير الجبال من؟ واللي ينسف الأرض من؟ واللي يسجر البحار من؟ الله ليس قادر على أن يزيل همك ويبعد عن المريض مرضه. والله يا جماعة من توكل على الله ولو تجمعت عليه مشاكل الدنيا. وأنا أخاطب من هذه القناة كل مريض يسمعني الآن على فراشه ويئس من مرضه، أقول اصبر، فإن الله قادر جل في علاه أن يرفع عنك هذا البلاء. وأقول للمسجون الذي يراني وهو خلف زنزانته، اصبر، فإن الذي أخرج يونس من بطن الحوت قادر على إخراجك. أقول لكل مسلم ولكل إنسان أصيب بهم، إن الله يخرج الأمن من قلب الخوف. الله يقول لأم موسى فإذا خفت عليه، قال لها تصكي عليه الباب، ألقيه في اليم، أخاف عليه وألقيه في اليم. نعم، الله يخرج الأمن من قلب الخوف. إذا كبر المسلم هو يدخل في لقاء مع الله. بعضنا مسكين يدخل في لقاء مع الله ويستعجل، كأنه ما يبغى هذا اللقاء، ينقرها نقرة. إذا دخلت تمتع، استمتع. ولذلك الله يقول كلا لا تطيعه واسجد إيش واقترب. أنت واقف، يقول لك إذا سجدت قربك لله في الأرض هذا هو الاقتراب الحقيقي، لأنك تقترب منه. وهديتك وانت ساجد في هذا الاقتراب قمئ أن يستجاب له. لو تدعو الله بدعوة صادقة بقلب حاضر استجاب الله دعوتك في صلاتك، هذه هدية. فاقترب من ربك. أقسم بالله مهما تكالبت عليك الظروف ومهما ضاقت بك الدنيا ومهما عاداك الأعداء، والله لو اجتمعت عليك الدنيا كلها على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك والله لن يضروك. والله لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك والله لن ينفعوك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن خلها عندك هذا يقين وإيمان. فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار. يا رسول الله، حتى أهل النار؟ حتى الذين عصوا؟ إن من أمتي من أدخله الله النار وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب تحت عرشه وأسجد وأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار، اللهم إني أستشفعك فيهم. فيقول النبي، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا، يعني حدد لي عدد، ويقول اذهب وأخرجهم من النار. يقول فآتي وأحد الحد وأخرج من أمتي من أخرجهم. ترى الحرمة تعرف الشاب اللي يخون النظرة، اللي ناظر يتلفت في النساء ويسرق في الأسواق وفي الشوارع، هذا خاين، خاين لله ابتداء، وخاين لبصره، وخاين لزوجته، وخاين لهالعرض بنت الناس في الشارع اللي هو مؤتمن على أنه يغض طرفه ويغض البصر. حتى أنت ممنوعة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. إذا تبين السلامة وتبي السلامة غض البصر. ولا ذكرنا أحد وقع في الحرام والزنا والفواحش إلا لما طلق وأطلق البصر ثم تحرك الفرج والشهوة ثم وقع لا قدر الله من وقع في الحرام والخطأ.